نتكلم عن اي حاجه لازم ما ننساش ان احنا نحترم جدا محمد الشناوي على بيقدمه الفتره الحاليه بالنسبه للنادي الاهلي. محمد الشناوي الفتره الحاليه بالنسبه للاهلي هو مان اوف ذا ماتش، مان اوف ذا جيم. كل مباراه لمحمد الشناوي لو ما بيفرقش بصدات ممتازه فهو كان بيصنع لك اهداف بيكسب بيها الفريق، بس النهارده محمد الشناوي بيثبت ان هو لسه العلامه الفارقه مع الفريق، والعلامه الفارقه اللي هي بتحطه الفريق سيء جدا والفريق مش قادر يخلق اي فرص هجوميه. برده الراجل هيحاول على قد ما يقدر ان هو يطلع لك بكلين شيت وضربه الجزاء النهارده بتاعت احمد رفعت والصد العالميه اللي عملها. بصراحه الراجل ممتاز جدا، والراجل نقدر نقول له استمر على كده عشان انت الامل في عيونه. يمكن اكتر جمله بحبها في حياتي جمله المكسب بيغطي. المكسب بيغطي على حاجات كتير قوي بتحصل جوه الملعب، بيغطي على اخطاء فرديه من اللعيبه في اوقات، وبيغطي على عك بيحصل من المدرب في اوقات، بيغطي على تغيير غلط، بيغطي على حاجات كتير قوي غلط. المشكله لما المكسب ما بيجيش بتقعد بقى تركز مع كل اللي حصل جوه المباراه، في الاخر تكتشف ان الفرقه فيها مشاكل كتير وفيها ازمات كتير جدا بس المكسب كان بيغطيها. يعني مثلا مباراه الاسماعيلي الاخيره لولا هو الاسماعيلي البدني الشوط الثاني وانتصار الاهلي ما كنتش تتكلم مثلا عن الاهلي كان بيعاني وان الاهلي عنده مشكله في ال 4-4-2 اللي هي 4-2-2-2 اللي بيلعب بيها السيد النيفال، والاهلي عنده مشكله من ناحيه الاطراف والاعتماد على الاطراف لان اطراف الملعب الحاليه في الاهلي مش اقوياء. بس بعد الاهلي ما كسب تقدر تقول اي حاجه من الكلام ده؟ هتتعلم. تقدر مثلا انك تقول ان الاهلي عنده مشكله النهارده في الاثنين اطراف، جونيور اجاي اللعيب اللي برده ما ينفعش ان هو يكون محترف اجنبي وتدي له بالعمله الصعبه؟ ما ينفعش تقول الكلام ده خالص. ليه؟ اصل جاي جاب جولين في الزمالك في ماتش السوبر. طب تنفع تقول ان احمد الشيخ لاعب ممكن يكون ممتاز في المقصه وسيء في الاهلي؟ لا ما ينفعش. ليه؟ بس الفرقه بتكسب. لو الفرقه لو تعادلت النهارده ينفع تقول كده؟ احمد الشيخ لاعب كان ناجح مع مصر المقصه عشان خاطر كابتن ايهاب جلال كان بيلعب احمد الشيخ بطريقه تفيده هو. احمد الشيخ ما كانش بيرجع مع كابتن ايهاب جلال يعمل وجبات دفاعيه. في الاهلي لما بيرجع يعمل وجبات دفاعيه 50 او 60% من قوه احمد الشيخ بيروحوا تماما. فانت منتظر ان احمد الشيخ هو اللي يشيل الفريق، او منتظر كمان من باك اللي ورا احمد الشيخ اللي هو المحظوظ الفتره الاخيره محمد هاني ان هو يشيل الفريق. طب على كابتن علي معلول اللي بيحصل في حقه ممكن تقدر تقول ان هو الراجل في روتيشن مباراه، مفيش روتيشن، في حاجات كتير قوي بتحصل الفرقه غلط. يعني مثلا ريني فايلر وصل الفرقه لمرحله ان الفرقه حرفيا انهارت تماما بدنيا الشوط الثاني. الاهلي الشوط الثاني بيعاني معاناه غير طبيعيه، غير كابتن رامي ربيعه اللي بيبدا باصابه الشوط الثاني اللي هو يا جماعه في ايه؟ اللي بيحصل في دفاع الاهلي تهريج، اللعيبه اللي بتتصاب دي واللعيبه اللي مش واقفه على رجليها ده مشكله في الاحمال البدنيه او مشكله في ان اللعيبه بتتظلم بان هي بتلعب كل ثلاث ايام مباراه علشان خاطر في مدير فني خايف ان هو يدي فرص للعيبه الشباب علشان خاطر في ناس مقتنعه ان فعلا لسه في منافسه والزمالك ممكن يرجع لو اتعثر ماتش او ماتشين. اللي هو حبيبي كالترون باح الدوري وعرف ان هو خسران الدوري بيجرب شويه ناشئين، وبيراميدز برضه الموضوع بالنسبه لها فرقه عندها مشاكل من بعد غياب عبد الله السعيد وعمالين يخسروا، يبقى انت جرب بقى وادي فرص للشباب. لا انا هكمل بنفس اللعيبه وبعد كده لما احسم الدوري اغير في اللعيبه. طب لما توصل لحسم الدوري اللعيبه اللي معاك دي هتكون وصلت لمرحله عامله ازاي؟ وصلوا لمرحله منهاره تماما والدنيا كانت بالنسبه لهم ضايعه. النهارده كنا بنلعب فرق محترمه جدا زي الاتحاد السكندري، الاتحاد السكندري اللي معاه مدرب قدير جدا زي كابتن طلعت يوسف. كابتن طلعت يوسف عارف كويس قوي ان الاهلي عنده اطراف، لو لعبت بالاربعه واحد اربعه واحد وحطيت عمر المداني لعيب يغطي في نص الملعب ورا الديفندرات او الاثنين الطايرين قدام زي احمد رفعت او كمان زي مروان، او لعبت باك بهاف قوي جدا زي رزاق سيسيه او كريم الضو، الاثنين هيفرقوا تماما. هلاقي ان في سرعات، هلاقي ان في تحولات هجوميه ممتازه. كابتن طلعت يوسف عيبه وعيب الاتحاد النهارده ان هو كان بيدور على التعادل. لو كابتن طلعت والاتحاد السكندري كانوا صدقوا نفسهم ان هم ممكن يكسبوا بعد طرد احمد فتحي كان ممكن يكسبوا. الاهلي الشوط الاول تقدر تقول ان الاهلي ضيع الشوط الاول، ما بالنسبه للشوط الثاني الاهلي ما كانش موجود الشوط الثاني. الاهلي ضيع الشوط الاول، اليو بادجي بيعمل مجهود، الفرقه برده بتحاول تلعب عرضات كتير عشان خاطر نستفاد من مروان واليو، بس برده لسه مفيش طريقه، مفيش خطه لعب، مفيش جمل الاهلي ثابت عليها جوه الملعب. حس ان بيحصل في الاهلي عباره عن هرجله، بس عادي ما عندناش مانع. انا قلت لك قبل كده الاداء مش مطلوب منك طول ما انت بتكسب، انما طول ما انت ما كسبتش تعالى نتحاسب. تعالى نتحاسب بقى على المنظر اللي انت وريتنا الاهلي فيه بطريقتك، انك خايف تعمل روتيشن وانك خايف تدي الشباب. تعالى نتحاسب الفرقه بتعمل ازاي؟ تعالى نتحاسب وانت حاطط على لعيب زي جونيور اجاييه واجبات ان هو هيكون طرف وهيزيد كمهاجم تاني والراجل ما بيقدرش يعمل الكلام ده. تعال نتحاسب على ان انت ازاي تخلي مروان محسن في الملعب 90 دقيقه ويطلع علي وبادجي. محتاجين نتكلم في حاجات كتير قوي. يقول لك اصل الراجل بيخلص عشان خاطر رايح بيراميدز. لا معلش، ما هو المدرب عنده مشاكل كتير قوي بعد الغيابات وبعد التاثيرات اللي حصلت في الاهلي من بعد الوباء وبعد فتره التوقف. الاهلي لو كان بينافس على الدوري كنا تعبنا كتير جدا، لان الفرقه فكت من ريني فايلر بعد مباراه الزمالك فكه مريبه جدا، والفرقه واحد منه تماما وما بقناش فاهمين اي حاجه. الاتحاد السكندري مقفل علينا مش عارفين نضيع الشوط الاول فرص كتير غير في النهايه، دوبك اليو باجي بيقدر يحط واحده حلوه بيطلعها زنفولي بيخلص الشوط الاول بنقول خلاص الشوط الثاني هنعمل اي حاجه. لا كابتن عمر ربيع اتصاب وبنلعب بكابتن احمد فتحي، الباك اليمين مساك وبنلعب بايمن اشرف الباك الشمال مساك علشان خاطر نكتشف ان احنا عندنا ازمه في الاثنين مساكين.
ولما بنوصل بعد كده بنلاقي كابتن احمد فتحي بيعمل فاول غريب بياخد منه انذار، والفاول ده بتتلعب بياخدها الاتحاد ضربه جزاء. بس انا ضحكني ضربه الجزاء مش الفاول ولا الدخله الغشيمه اللي دخلها احمد فتحي او خاطر المقاومه اللي عملها محمود رزق اللاعب اللي قال بيسعى للتعاقد معاه. محمود رزق ده كانوا مخلصين معاه السنه اللي فاتت مع الانتاج، بس بعد كده قلنا لا مش عايزينه، بس احنا هنراهن على اللعيبه اللي عندنا ان هم مدافعين كويسين، وجبنا محمود متولي والراجل اتصاب وربنا يقومه بالسلامه. المضحك بالنسبه لي كان ضربه الجزاء وكابتن ابراهيم نور الدين وراه. كابتن ابراهيم انت بتعمل ايه يا كابتن ابراهيم؟ كابتن ابراهيم انت بتعمل ايه يا كابتن ابراهيم؟ هي مره واحده صفاره وخلاص شارع منطقه الجزاء، وبعد كده وقف جنب محمود رزق 5 دقايق وجنب احمد فتحي 5 دقايق. لو بص لقى محمود رزق جاي تمام بقه قال لك ايه ده احمد فتحي عمل فاول كابي بقى. تعالى يا كابتن احمد انت مش واخد انذار، خد الانذار الثاني والطرد. بعد الطرد بقى لقيت ان الريف ويلر بيحاول الطريقه 4-4-1. وليد سليمان كان بيلعب باك يمين، وليد سليمان كان بيلعب باك يمين قدام محمد هاني، بس وليد سليمان كان بيحاول على قد ما بيقدر لان الدور ده مش بتاع وليد، ووليد ما بقاش عنده سرعات ولا بقى عنده قوه ان هو يعمل الدور اللي انت طالبه منه ده. ناحيه الشمال بقى كانت في فكره صايعه جدا عملها كابتن طلعت يوسف، وهو ان خلى رزاق سيسي لسه مستمر قدام علي معلول. رزاق سيسي لعيب رخم جدا جدا جدا، رزاق سيسي لعيب سريع، لعيب ممكن يعدي منك واحد على واحد بسرعه وتلاقي فجاه ان هو كان فتك، فدي كان مخليه علي معلول خايف ان هو يزيد، ومع خوف علي معلول ان هو يزيد ومع ان كهربا نازل بيه هرجل جوه الملعب ومتحمس ان هو يجيب جون علشان خاطر يبوس تيشيرته علشان خاطر يشاور مجلس الاداره ان انا كسبت الفرقه الدوري والكلام ده. كابتن كهربا نازل يعك واستمرار مروان كان في عك، عمرو السوليه نازل في نص الملعب وحمدي فتحي بينزل شويه لورا وفي عك لحد ما الماتش ما خلص. اتحاد السكندري زي ما قلت لك عيبه انه ما اتمعش بالماتش، اتحاد لو كان صدق نفسه كان ممكن يكسب الماتش. ايه اللي بيحصل بقى في الاهلي؟ زي ما قلت لك ان الفريق عامل مشاكل كتيره قوي، عدم الاعتماد على لعيبه شباب، عدم وجود روتيشن في الفريق، حاجات كتير قوي غلط بتحصل خلت الفرقه منهاره بدنيا، غير ال 4-4-2 بالنسبه للاهلي في الوضع الحالي مش مفيده، فالفرقه فيها عك وفيها حاجات كتير قوي، بس زي ما قلت لك المكسب كان بيغطي، مع عدم وجود المكسب كل حاجه اتكشفت. واتمنى بعد كل حاجه تتكشف مش تخسر حاجه، وعملت لايك وعملت سبسكرايب والاهلي كان زي الزفت اتفرجنا عليه 90 دقيقه او 98 دقيقه كمان 98. وفي الاخر انا عايز اتكلم في حاجه بسيطه، معلش بس الفار ليه دخل في اللقطه اللي المهاجم الليبي شد فيها حمدي فتحي؟ يعني دي مش من صلاحيات الفار، الكره من بره تمام واتعادت مرتين ثلاثه من طلبت انتم المخرج كفار وقاعدين في الاوضه طلبت منه هو عيد ما كنتش تتدخل عشان انتوا حطيتوا الحكم في لقطه احراج ان انت مش عايز تحسب ضربه جزاء والكره اساسا من بره وما يحقش للفار ان هو يتدخل فيها. بس عادي احنا عندنا في مصر هنا كل حاجه ممكن تحصل الا ان الناس ممكن تعمل لك قطع سبسكرايب ما تعرفش ليه.